السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه فيوتشر كوين؟ بهالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن البلوك تشين الخاص بعمله شيبا اينو او بما يعرف بالشيباريوم. اليوم اصدقائي طلعت اخبار مهمه عن موعد اطلاق الشيباريوم. راح بهالفيديو اتكلم عن موعد الاطلاق وعن اهم الاخبار اللي طلعت عن العمله، وراح اتكلم عن تحليل عمله شيبا اينو. اما بش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العمله الرقميه. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناه. خليكم معنا نهاية الفيديو حتى تعرفوا آخر أخبار عملة شيبا إينو. أولا خلينا نبدأ بأخبار عملة شيبا إينو. أعلنت شيبا آشز عن تصريح مهم لمطور عملة شيبا إينو اللي بيعرف باسم شيتوشي كوساما. طبعا هذا الشخص قال أنه صرح مطور عملة شيبا إينو أن شيباريوم سيتم إطلاقه قبل شهر مايو، يعني قبل نهاية شهر مايو. كمان أعلن شيتوشي كوساما على التليجرام أنه قبل شهر مايو راح يتم اطلاق الشيباريوم. خلينا نقرا التغريده، او خلينا نقرا مقال انفستنج عن عمله شيبا اينو. قال وفقا لتغريده نشرت في 28 ابريل، اعلن شيبا رشيدز على تويتر: انا المطور الرئيسي لشيبا اينو المعروف باسم شيتوشي كوساما، قد ادلى ببيان مفاجئ مفاده ان حل شيباريوم الخاص ببلوك تشين لير 2 سيظهر لاول مره في مايو، يعني ممكن بداية شهر مايو يتم إطلاق الشيباريوم. وكمان في السابق أعلن كوساما أو شيتوشي كوساما سابقا على التليجرام أن الأشياء المذهلة تأتي في شهر مايو. المزيد من التطورات في شيبا إينو ستكون في الأسابيع الأخيرة نمو كبيرا في نظام بيئي شيبا إينو. كان هناك عدد من الإعلانات الكبيرة التي أدلى به أعضاء من عملة شيبا البيئي. طبعا هناك اعلانات مذهله، حتى لو كان الاصدار الذي طال انتظاره من شيباريوم على شبكه شيبا اينو لم يحدث بعد. طبعا اصدار شيباريوم راح يعطي دفعه كبيره لعمله شيبا اينو، راح يزيد عمليات التداول، كمان راح يزيد عمليات الحرق على العمله. عدد قطع العمله 589 تريليون قطعه، حاليا عم نمشي داخل مثلث. في حال كسر المثلث راح نتجه تلقائيا للموفينج ابرج 200 اللي انا بستخدمه على الفريم من 4 ساعات. طبعا اتجاهنا الموفينج افرج 200 راح يسبب ارتفاع بنسبة 5%. مجرد الارتفاع واغلاق شمعة 4 ساعات على الموفينج افرج 200 راح نروح لكسر جديد لقمة العملة عند منطقة 0.4012، يعني ارتفاع بنسبة 10%، وارتفاع سابق كان من 5% عند الموفينج افرج 200، يعني الارتفاع راح يوصل ل 15% في حال كسر الموفينج افرج 200. حاليا عم ننتظر الاغلاق واقفال اعلى للترند الهابط، مجرد ما يتم الاقفال راح نتجه للموفينج افرج 200، اغلاق اعلى الموفينج افرج 200 راح نروح لقمه جديده، لكن هذا الشيء بيتطلب مني ارتفاع كبير للبيتكوين. حاليا البيتكوين اصدقائي عند مقاومه 30200، مقاومه عنيده جدا عم نصعب بكسره، وبعد عندي مقاومه اللي هي 30500، عندي هي ثلاث مقاومات على الفريم من 4 ساعات، وبعدها تلقائيا راح نتجه ل 32000 دولار. في هاي المنطقه اصدقائي ما بتردد بفتح صفقه شورت، لكن لازم التزم بالستوب لوز. سوق العملات المشفره مجنون، ممكن باي لحظه نتجه لمناطق 35 و 36000 دولار، لهيك التزامك بالستوب لوز ممكن ينجيك من خسارات كبيره. انا راح انتظر البيتكوين، مجرد ما يصير ارتفاع بالبيتكوين راح يصير ارتفاع بنفس الوقت على عمله شيبا اينو. حاليا مجرد ما يتم اختراق منطقة 30200 رح نتجه 30500، اختراق 30500 واغلاق على هاي المنطقة تلقائيا رح نتجه ل 32000 دولار. اصدقائي نكون وصلنا لهي الفيديو، اتمنى الفيديو يكون اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.